هذا جابر الجنتل بعد اذنك نستاذنك ما نقدر نقول شيء. الجنتل اليوم الجنتل ما نقدر نقول شيء نقول نستاذنك. عطوا نبدا ما اسهل الحين وحزام تسلم ابداح. شلونك ابداح؟ بشرك على ما تحب. وشلون الوالده وشلون الربع اللي جيت منهم؟ ابشرك طيبين ولا عليهم خلاف نحمد الله ونشكره. الحمد لله على كل حال. ابداح تبيها خط ولا حواري؟ لا والله حنا ضارين على الخط ما ضارين على الحواري. طيب ابداح في ماخذ انا انقل لك راي الجمهور. لبيك. لا يشترط انها راي النقاد ولكن راي الجمهور. ابداح في غيبه ابداح ثلاث ايام ها تحسن الرياليتي في البرنامج. تحسن الرياليتي في البرنامج معي يا شباب مركزين؟ ها وبدات يعني في مجموعات تظهر يعني وفيها يعني حتى ما كانوا الشباب ملمومين في لوكيشن واحد. جاء ابداح رجعت يعني الجلسه الكامله الجماعيه يعني ما عاد شفنا الشباب يتفرقون ها وايضا بدا يخفت بعض الشباب. هل ابداح له تاثير سلبي على زملائه؟ تفضل. انا متاكد ان ابداح عنده شجاعه. متاكد من شجاعه ابداح انه يتحلى بالشجاعه واذا كان كلامك يا سالم صحيح راح ينسحب من البرنامج عشان البرنامج يعلو صح ولا لا ابداح؟ طيب سمعنا قلنا على تفوتكم. في البدايه احب اطمن الجمهور انا بخير والوالده بخير الحمد لله والربع كلهم بخير الحمد لله. الشيء الثاني يعني انا فهمت من سؤالك ان ابداح اذا غاب على البرنامج يرتفع الرتم اذا ايه؟ حضر ينخفض الرتم. ايه راي واحترمه ولكن يمكن اذا حضر ابداح يغيب غيره. اوه ايه هو هذا هو يمكن المأخذ هذا. ايه هذا ولكن كلهم فيهم الخير والبركه. صادق. اما بالنسبه للاجتماع يمكن من محبه ابداح اخواني يحبوني ويحبون يجتمعون عندي فهذا شيء طبيعي. ترى على فكره قبل ما الشباب تبون تدخلون ابداح ترى كلام ابداح اصلا فيه منطقيه. حتى ظهور واحد في البرايم يطلع اثنين يبدو هو كذا الحراك غصب. نعم. مو يعني كرم في ابداح ولا نبداح يضغط عليهم ولا نبداح يعني انه يمارس دور الفتوه ولا نبداح اقوى واحد في الحاره. لا وهب اعطاه اياه الله. شوف حزام اذا طلع واحد يطلع واحد يكون مكانه. لا اله الا الله. لا اله الا الله. الجمهور اراء. يمكن انت وصلتك رساله من اربعه من خمسه من عشره ولكن ما تحكم عليهم كجماهيريه كامله. اذا انك حكمت برايين او ثلاثه او خمسه ان الجمهور كله يقول كذا فهذا خطا. الآراء تختلف، الجمهور له أذواق، يمكن في بعضهم أنت تحسب أن الجمهور كله يحبني، لا ما أحبه، الرسول صلى الله عليه وسلم ما أجمع عليه الناس بالمحبة، فمثل اللي محبين اللي كارهين، فهذا شيء طبيعي ودارج في الحياة، ولكن الانتقاد أنا أتقبله بصدر رحب، بالنسبة للاجتماع هذه مشكلة من بداية البرنامج موجودة وتعرجون عليها، فلا تمحورها على إبداح. الجنتل اللي جنبك ذا وش يسوي؟ الجنتل حصان وهو أكثر شيء مركز عليه جس أكثر شيء مركز عليه اللي هو فرقهم الشنات. فرقهم ايه فرقهم جنتل. هذه مهمته هو حصان وكف ولا طيب عادل عندك سؤال علي يا أبو حزام. عادل عندك سؤال. الأمانة يعني ما كنت أبي أتداخل معك إبداح ما في شيء ممكن أتداخل فيه لكن مداخلاتك يا أبو هيف ما اسمعك والله ابداع يقول احب مداخلاتك الله يسعدك لكن شدني حديثك فانا باخذ منك اسمح لي اني اجتزئ السؤال من من, من 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 حديثك. انت قلت يمكن اذا حضر ابداح يغيب غيره قوه من ابداح ولا ضعف من غيره بس هذا سؤالي. لا قوه من ابداح. الله طيب ابو منصور صبحك الله بالخير ابداح. صبحت برضه والعافيه يا مرحبا ابداح. قلت نقطه مهمه ذكرتني في اشياء كثيره في برامج الواقع سبحان الله هذه حقيقة فعلا وبعيدا عن قوة من ابداح او ضعف من غيره او بعيدا عن هذا الشيء ان شاء الله يعني ضعيف ايوه حتى على الامثلة في كرة القدم يعني اكثر شيء احنا نضرب فيه المثل. بعض الاحيان غياب شخص يكون خيرا لشخص ثاني كان يعني مسلم الموضوع او مستسلم للقوة اللي قدامه. اذكر مثلا يعني في برامج الواقع كان دائم هذا كان مثل بيننا دارج كان أذكر سعود غربي يوم طلع برايم كان سبب خروج ثلاث نجوم بعده الله. من ضمنهم كان أذكره كان يعترف به ويفتخر بشيء هذا زياد الشهري وكم كان معه كم متسابق طلع برايم الجميع كان منهار زعلان لكن سبحان الله بعد خروجه بان نجوم كثيرة كانت تعتمد على تواجد سعود من ناحية صح. القصص وكانوا يعني زي من باب الاحترام التقدير قوة الشخصية القيادية هذه ترى نشوفها في ابداح. ابداح اتمنى وهذه امنية اوجهها لك انك تحاول انك ما تكون تفكر انك تفكر في زملائك اكثر من نفسك. ابداح انت ترى لك جمهور
ولك متابعين يبغون منك بعيدا عن كونك تهتم بفلان وفلان وفلان، هذا شيء طبيعي يعني، لكن احرص على نفسك ايضا يا ابداح وما عند ابداح، وقدم لنا محتوى جميل مثل جمال حضورك. يعني كفايه تضحيه يا ابداح، الله يطول بعمرك، كفايه تضحيه لانك انت الله. اول شيء مصور الله يطول بعمرك، شهادتك اعتز فيها وافتخر فيها، الشهاده اللي تجي من مثلك وشرواك وشروا السامعين افتخر فيها. النقطه الثانيه اللي تقول الاهتم في الاخرين، هذا جزء من البرنامج، اذا ما كان في تعاون من المتسابقين راح نفشل كلنا، مو انا ولا غيري. هذا اهتمام، هذا جهد مني انا ابداح، ولكني اغفل عن ابداح نفسه. لا انا ان شاء الله مهتم في نفسي وراح اصل. صح صح يا ابداح، لان يقولون نبدي على نفسه فنار، يقولون الرجال وانت والله لا ما نبدي ان شاء الله على نفسي احد، لكن ماني مخلين اخويا من الاهتمام. كفو، انت مبدع يا ابو طيب يا ابداح، لكن انا عندي بس اقتراح للجنت الجبر سم، شتت شملهم، فرقهم، اخذ انت ومعاونيك اسلحه مائيه ولا اسلحه صاروخيه، اي سلاح، وحط شرط المعاونين يشوفون اكثر من خمسه متواجدين في نفس الجلسه ارشقوهم بما عديدهم من قوه، ارقوهم. معاون طاهر، تخيل طاهر جايك برشاش، ما انت بخايف والله، ما حد بخاف. تبين اجيب لكم مسدسات مويه؟ انا جبتها الرشاشات يا ابو هدال، والله العظيم انها جاهزه، جيت عند الباب خلاص اجل وزعها وشتت شملهم. اسمع رشاشات لعبه يا ابداح، رد ابو عيسى الله يطول عمره. ابداح انا بجيب لك رشاشات. لبيك يا ابو حزام، لبيت في مكه، يبيك عادل بس بسالك سؤال واحد فقط، عادل عشان ما معناك بس حضر من اليوم السؤال. الله يكرمك، اختصر السؤال للامانه يا ابداح، انت تقول انه الشباب والتعاون ما بينهم هو جزء من نجاح البرنامج، صح؟ صح صح ولا لا؟ اكيد. جبر اليوم كان عندك تدشين او تسجيل؟ اي نعم، بدشن الصباح ان شاء الله. لا لا جبر اي هذا تدشين الصباح فطور، هو كان عندك تدشين؟ وش يدشن؟ سؤال جبر، كان عندك تدشين اليوم؟ عندي تسجل تسجيل؟ سجلت البارح ودشن اليوم. اليوم لا ما اقول لك اليوم كان عندك تسجيل؟ لا. طيب انا اتمنى يعني يبدع كذلك، بما انك تحب جبر جدا كذلك، تنصحه بانه لا يخرج بعد البث خارج اسوار القريه. لا يا شيخ. طيب شكرا يا شباب. الجنتل الظاهر ان الجنتل خربها وطرنا بالداب. لا